هي نقطة ضعفه. احنا لا عايز نقطة ضعف. احنا احنا البنات احنا نقطة ضعفك ايه؟ العيلة. حصل وبكى قدامك مرة؟ اكيد اكيد. لا اخر مرة بكى كان امتى؟ يعني بقى عمي يعني وفاة عمامي كسرتنا عموما يعني، وبابا بالذات يا حبيبي موضوع صعب. انتوا كنتوا مرتبطين جدا؟ صعب جدا. بص ما يتخيروش عنه كتير يعني، الله يرحمه. هي دنيا بالذات تقريبا حضرتهم كلهم. حضرتهم كلهم. حضرتهم كلهم. وفاة عمامي، وفاة مؤخرا، بقول لك مؤخرا. بص اي حد من زمايل بابا لا تأثر شديد. بكي قدامك؟ مش قدامي. في مره كنت داخله عليه في عيد الام يا حبيبي، دخلت لقيته مش بيعيط. لا يعني انا من كتر ما اول مره اشوفه كده قعدت اعيط انا كمان، وخرجت بالراحه عشان ما يتضايقش، لان هو ما يحق. كان قاعد وبيتفرج وقاعد. لا كانت فتره. بكى قدامك؟ اخر مره ساعه وفاه عمي. انا صحيت على مكان. اصعب مره بكى قدامك كانت امتى؟ فراق اخواته. فراق اخواته وفراق اصدقائه وعز اصحابه. اخواتك اثروا فيك يا صلاح؟ فراقهم. انت عارف سمير عبد الله الصغير اللي هو مات يوم 31 ديسمبر، كان يوم خميس اخر يوم في السنه، ومات الصبح. انا كنت والله كنت بصلي وبدعي ربنا كده يعلم يعني انه ايه يعني يرتاح، لانه هو مر بفتره معاناه طويله صحيا رغم انه اصغر مني ب 10 سنين. حسيت بالوحده بعد فراقه؟ لما جت نجوى تصحيني، فانا لا يمكن تصحيني الا لو في حاجه صعبه. بصيت لها وهي بتعيط، قلت لها سمير. عارف انا قلت ايه وانا بعيط؟ الف حمد وشكر لك يا رب. الله يرحمه. اقسم بالله قعدت اقول اسالها ألف حمد وشكر ليك يا رب، والله لأنه ارتاح. الله يرحمه. حفيدك الجميل ده بقى، ده لما جه عمل لك إيه بقى؟ ده الولد الوحيد اللي موجود في العيلة، ده عمل إيه ده؟ عمل لي حاجة غريبة جدا. إيه بقى؟ قربني من كارما. بابا تخيل، قربني من كارما قوي. ليه؟ خفت من نفسي، خفت اهتم بيه اكتر من كارما حبيبي. لا يعني طبعا زي ما انت بتعيطي ليه يا كارما يا حبيبتي؟ بهجت حياتنا يعني. هما الاثنين دول، انا في صوره كده هما بيتنافسوا على انهم ايه، مصاصه ده ماسك مصاصه وهي ماسكه مصاصه، وبدا نفسه على انهم فقلت هي الصوره دي، دي احلى صوره في حياتي. ليه؟ احفادي، كرمتي ومرادي، امتدادي. فدي كانت يعني بالنسبه لي فعلا احلى صوره في حياتي. انت انسانيتك دي اللي يعرفك فعلا لازم يحبك حبيبي والله يا صلاح. يعني مش عارف اقول لك ايه. طيب لما بيكشر مين فيكم اللي بيخليه يضحك بصراحه؟ بتعملي ايه؟ ضحكيهول يلا. مطلوب منك حالا تضحكيه. لا هي هي جنى بعد الدموع دي كلها لازم تضحكيه. جنى الححه بيبصلوا لكل حاجه مختلفه. يلا عايزه ايه؟ العصبيه. لحي ها عايزه ايه؟ يلا ضحكيه. لا لا انت تعرفي. لا لا, لا مش يلا ده حكيم مطلوب مني دي فقرتك. انا اقول لك ده حكيم ايه من كتر تبقى عايزه مثلا ايه تتفرج على حاجه معايا. انا بتزعلي مسلسل اسمه جمال الحريم. انا فعلا بحب الدور اللي عملته فيه يعني، هم حابينه قوي رغم انه بيخافوا يتفرجوا عليه عشان رعب وكده. فهي ببقى جاي من الشغل بقى حاجه تعبان ولسه هقلع وبتاع، يلا بابا نتفرج على المسلسل عشان ايه؟ اوطي لها الصوت في الحته اللي فيها رعب، انت فاهم؟ اعدلها المشهد. يا بنتي ما انا مش حافظ المسلسل كله، فهي ايه تاخد ايه بالحس كده ان في مشهد رعب جاي، تقعد تقول لي وطي وطي. الله وطي يعني الصوت.
اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.